يا جماعة والله يمكن هذا أكثر مقطع أمونج أس أنا متحمس له. طالعوا تحت على اليسار جودزيلا، طور جودزيلا يا جماعة إيش معناته؟ معناته أنه بضغطة زر واحد أنا أصير جودزيلا. إيش معناته أني أصير جودزيلا؟ الآن تعرفون عندي خصائص يا جماعة الخير أسطورية. أول خاصية يا جماعة راح أوريكم إياها هي خاصية الحرق اللي يطلع النار من فمه جودزيلا ويبدأ يحرق. ركزوا معي الآن. أيم كليك يمين. أيم وكليك يمين على المكان. او ماي جاد يا ساتر. طيب الخاصيه الثانيه اللي خاصيه التبطيء اسمها رور، اطلع موجات كهرومغناطيسيه اخلي الكل ثابت ما يقدر يتحرك. تحركوا يا جماعه، قولوا دوروا قولوا دوروا كلكم بودي، ادخل عليهم اسوي لهم الخاصيه هذه. الكل تبعت والبقاء عندي انا فقط. فاقدر اثبت الناس كلهم حولي لمده 10 ثواني واعطيهم الضرب القاضي اللي هي الفليم وانا مزوم وامسحهم مسح كلي. والخاصيه الاخيره اللي هي راديشن، معناتها يا جماعه الخير ان كل اللي موجودين حولي راح يصيرون بطيئين مره، الكل بطيء انا فقط سريع. فاقدر يا جماعه الخير انا مثلا اصوب اختار سعد اعطيه ضربه. مو هذا بس يا جماعة الخير، إذا أنت مواطن عشان تذبح جودزيلا مو فقط أنك تعرفه وتكتشفه، لا تقدر تفعل نيوك يعني تسوي المهام. إذا خلصت مهام مهمتين يعطونك قفازات، إذا خلصت كل مهامك يصير عندك زر للنيوك تستخدمه تفجر جودزيلا يصير الفوز للفريق الكروميت كلهم. الطور جدا خرافي يا جماعة، عشان ما نطول عليكم نسميه بالله وندخل الآن نجمع عيال وندخل أول جيم. تنويه بسيطة تاج راسي، والله يا جماعة المودات تاخذ وقت غير طبيعي، فبالله عليكم إذا تبون نكمل عليها أكثر شيء يحمسني اللايكات. تأكد أنك مسوي لايك مشترك واكتب لنا كومنت عن مود تبغى تشوفه قدام. شهادة ممتعة يا حبايب. طيب. اوكي بسم الله اول جيم كروميت. طيب يا جماعة في حاجة لازم اسويها اللي هي اني اسوي تاسكاتي بسرعة، اذا قدرت اخلص تاسكاتي بسرعة يا جماعة راح اقدر افعل النووي واذبح جودزيلا. يعني لاول مرة في تاريخ امونج راح اهتم مرة بالتاسكات. ليش؟ لان جودزيلا يقدر يتحول واذا تحول بيدمرنا كلنا. الموت هذا ايش؟ تعيون ورب الكعبة من أول جيم حتى ما كنت موجود. طبعاً في حال إني سويت مهمتين يا جماعة راح ألبس خوذة، الخوذة هاي تحميني من جودزيلا أو تحميني من النار حقتها على حسب علمي، بس ماني متأكد، يمكن تحميني من ضربة من ضربات كثيرة ما أدري. إيش ذا ترانسفورم دقيقة؟ مين هذا؟ مين هذا اللي تحت؟ السلام عليكم يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا أحمد، تمام أنا أحمد صديقكم. صديقكم. أيوه. قاعد دقيقة. قاعد أسوي تاسكاتي وأبغى الخوذة، أبغى فعل النووي وأبغى أحميكم من المواطنين. أول ما خلصت مهمتي من الرياكتر ولقى ذيك السحلية العملاقة دعس بودي في الأرض. اندعس. بودي اندعس. رحمة الله عليك. قاعد يتسحب يتسحب جودزيلا تحت بالرياكتر يتمشى يتسحب واندعس قدام عيني على دخلتي. توقع لو أني تأخرت أني واحد لف علي. ها زياد. طيب انا ورامي ومجد طلعنا من الحسبه، كنا ثلاثه كلنا يمين مع بعض. انتوا ثلاثه يمين. طيب ممتاز. باقي مين؟ باقي مجد. انا جاي من اليمين. صبر مو على كيفك. مجد تقول لك مجد مع تقول مين من اللي معك؟ زياد من اللي معك؟ مجد ورامي. مجد ورامي. طيب مجد رامي زياد مع بعض كبك. طب انا عندي كلام مهم. بس ثواني واقول لك. كبك جيزي رامي صهيب سعد خمسه. تكلم صهيب. عندي كلام جدا مهم. حبرق اثنين واتوقع مليون بالمية راح تبرقونا. أيوة. انا ورامي لابسين الخوذة، يعني ايش؟ احنا كروميت. لا 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 لا, لا 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 عادي عادي عادي، ممكن جودزيلا يسوي مهام ويلبس الخوذة عادي. دقيقة زلزل رامي مجد. ايوه نلبس الخوذة. اي انا عادي 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 عادي، كلنا نلبس عادي الخوذة، حتى جودزيلا يقدر يلبسها. زياد لبستها يا وسط. مو بشرط يقدر يفيك. يب. فعشان كذا زياد لبستها. إيه؟ عشان كذا يا جماعه الخير الخوذه مو شرط انها انك مواطن، بنحط سوسات على الخمسه هذول ونسوي سكيب احسن شيء. طيب احتمال ان انا سيفري بورت ما ادري. طيب بكمل مهامي انا، لازم البس الخوذه، يعني لازم البس الخوذه. اتوقع الخوذه تحميني من الحرق، ماني متاكد والله العظيم. نهزل الماب، على نهزل الماب. هلا والله بالخوذات. بسرعه سلاك. أنا ليش ما معي خوذة للحين؟ يا عيال ما معي خوذة، أحس إني بموت. أبي خوذة. أيوة خوذة. يس. جيزي ما مع خوذة يا عيال. جيزي ما مع خوذة. جيزي ما مع خوذة. بحاول أجمع بسرعة فعل نووي. لو أقدر أخلص مهامي كلها بفعل نووي يا عيال.
بقي لي ثلاث مهام. يا رب امديني يا رب ما اندعس. يا رب يا رب يا رب. قفل الباب اتوقع بيشق 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 بيشق. واحد بيشق واحد بيشق. يا رب انه مو بنا. نيوك عندي نيوك عندي نيوك عندي نيوك عندي نيوك. اجتماع يا قوم يا قوم يا قوم. اني لدي خبر لكم لدي خبر لكم باذن الله تشكروني عليه يا عيال. النيوك معي النيوك معي. وانا كمان وانا كمان. طيب طيب الان جودزيلا بيتحول جودزيلا بيتحول علينا فعشان كذا الان سكيب كلكم كفر. ابغى كفر كفر كفر. طيب معي النيوك اقدر افعل الان. وينه وين القاتل وينه وين جودزيلا؟ يا عيال ما ادري ايش صار ما ادري ايش صار يا عيال ايش صار ايش صار وين جودزيلا؟ طيب اللي بيتحول انا بقصفه. لازم اشوف اللي يتحول لازم اشوف اللي يتحول بس ما ادري كيف. اقسم بالله ما ادري كيف. ابعدوا من جنبي. اول ما يتحول بقصفه. اول ليتس جو. يا عمري يا عمري يا عيال يا عيال. مين اللي تحول؟ مين اللي تحول؟ جيزي جيزي. انت قلت جيزي. الله ويقول توي جاي يا عيال. ورب الكعبه منظر النيوك جبار جبار. كل الماب اشوفه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسرعه بسرعه والله اشقكم شق. اوكي ما ابغى اسوي مهام. فعل كوميونيكيشن فعل كوميونيكيشن ابو محمد فعل كوميونيكيشن. لا روق روق مره. روح روح الرياكتر وشوف مكانهم ايش يصلح. توترت توترت توترت. طيب اوكي ادمن تفرقين العموم العموم متفرق. ابغى انفرد بناس. طيب اصبر ترانسفورم. اوه بزبن هنا شوي لما خصائصي ترجع لي. اوكي بسم الله ببدا الان ببدا الان شغل الارض. هذا يبط هذا يجمدهم صح. لا 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 مش انا ليم. ارجوك ارجوك مين هذا ماخوذه؟ شرابي 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 شرابي. اعطي روتيشن. هذا يجمد لي في الجيم. تكفى يا عيال قاعد يتفلتل في الماب يا عيال. وش صار؟ رامي طار ذبحه بالليزر هو لابس كمان خوذه. يعني الخوذه ما لها اي فائده. لا يا عيال الخوذه تحميك من الريديشن من الترددات بس. وين 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 ما ترامي وين ما ترامي؟ بالادمن بالادمن بالادمن. وبعدها طلع الكافيتيريا راح امير رحت انا سويت ريبورت كنت شايفه من الالكتريك وكان وكبك جاء شافني فانا ضامن كبك وهو ضامني صح ولا لا يا كبك؟ اصبر 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 هو مات متى الحين التايم الادمن انت ما شفته ما شفته يوم انا يمينه في الادمن جنبي ادري بس متى التايم اللي مات فيه من نفس الوقت نفس الوقت. لا لا قبل الريبورت بخمس ثواني. ما رحت سويت الريبورت انا سويت الريبورت شفته من اللي على اليمين في الادمن. يعني ثواني 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 نبغى نرتب بس رتب. صهيب وين مكانك؟ انا بالادمن جنب رامي. ممتاز. جيجي انا مع كبك اتوقع دخل عليك في الالكتريك. تقول انا مع كبك تقول انا مع كبك ترى تقدر انك جودزيلا تذبح. خطف من هذا اللي وين تعبي البترول. انا كنت اعبي البترول هو خطف جنبي راح هناك فوق بالادمن. يا عيال يا عيال سالفه انك كنت جنبي ترى اقدر اذبح وارجع مواطن وانا جنبها. يا ربي مسكين وين بسيط لا حد يسوي مجنون سالفة هذه تمام. ابو وزع وين مكانك؟ ابو وزع ساكت واللي ساكت سمو ناكت. رياكتر 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 رياكتر. طيب بودي علي بودي يب سوينا المهمة سوا انا وياه محمد. بودي وسعد كانوا في الجهة اليسار انا هذا اللي شفته صح. اما الباقيين هذا الوضع مدري انا ما ادري ليش دخلت جيزي شكتني فيه شكتني فيه راح على طول يتحام بكبك فشكيت فيه. احمد اسمعني عادي عادي لا احمد لا 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 احمد لا عادي حتى لما نقست علي انا بعد شككت اني فيك مو مشكله شك بعض شك بعض ممكن لا شباب ممكن لما ترى الكافيتيريا لما ترى جودزيلا الكافيتيريا دخل فنت يمكن فنت يمكن فنت يبو يمكن نتحول ورجع نفسه يلا ورجع نفسه وفنت يلا ميوت ميوت طيب 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 اوكي الراوند الاول عدت على خير. الراوند الاول لازم اسوي مهام معهم لازم. تدري ايش بسوي يا عيال؟ عندي خطه براسي. طيب اوكي فعلت لي اكثر هذا. اوه ما مات الله يقطع يمي سك يمي سك.
ارجع طبيعي. لا 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 يا عيال يا عيال كنت ماسك الكامات اسمعوني كنت ماسك الكامات حلو حلو وانا بالكامات قدام المدبي ويجي سحلية ماشي عشرة طولها عشرة متر تركض 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 وتحرق ديزي قدام عيني جيت اركض ابي الحق عليه ايش سوى دخل على الكافيتيريا ورجع مواطن فما بداني اخاطر واكمل عرضه سويت ريبورت الان موقعكم بنفس اللحظة اللي اتكلم فيها موقعكم بالضبط الكتريكال انا اللور رينجر اللور رينجر اوكي 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 ثواني كافيتيريا سعد تقول بالكافيتيريا انت صحيح؟ لا ادمن طيب ما مر قدامك وحش شيء؟ الا وين كان؟ ثاني وانا واطلق علي الليزر وكنت لابس الخوذه تفاديته وخرت عنه سعد ما حبيت انك توك تتكلم الان ليش توك تتكلم الان يا احمد انت عقب ما قلت انه راح الكافيتيريا هل انا اهبل لدرجه اني بقول لك نعم انا كنت في الكافيتيريا بعد كلامه اي بس اذا انت مواطن وسعد بتنقص تتكلم يا سعد وزع معروف انك تتكلم ما تسكت لا تشككني فيك ما خليتنا انت 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 جاي ومعك اتهام معك كانك انت شايف شيء بعينك فخليتك اعطيتك المجال لين تخلص وبقول لك طيب الان وانت بالكافيتيريا مين الشخص اللي مر من عندك اذا على كلامك ان انت اللي بالكافيتيريا ما شفت انا كنت اسوي حق الفايل بس شفت الجودزيلا لما جاء من فوق اول ما شفت جسمه من فوق فكيت هو هذا ما قدر يذبحني زبن هو رجع مره ثانيه والله ماني مرتاح يا عيال انا موجود مع حد يا عيال احمد ها كبك جودزيلا اول ما غير المواطن وين راح وين راح كافيتيريا يا عيال بعدها تحول ما عاد شفته لا احمد سؤال سريع بعد ما راح للكافيتيريا انت فكيت الكامات ولحقته ولا لا لا جثته قدامي لو لحق بيدعسني بيذبحني مستحيل سعد زد اني شاكب سعد بس العب اصول يا عيال واللي فعل نيوك يرحم امكم نيوك اقصف امه اوكي والله يا عيال عدت على خير المهام كثيره اهم شيء المهام كثيره لازم اخلصهم بسرعه لازم عندي حركه براسي ابي اجمعهم يا عيال عند الكهرب تمام اذا اجتمعوا باحرقهم كلهم باشب فيهم شب بوريكم الحركة اللي براسي. بسم الله الرحينا نتحول هنا. الحمد لله اني ما تحولت. الحمد لله اني ما تحولت. كان بيطرح لي صهيب. يا يلا التحول نكبة. بسم الله بتحول هنا. رحينا. فعل الكهرب. انا اسف. لا لا. ليزرني. لا اله الا الله احمد كلها تتلاقي الجثث شنق 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 10 ثواني اوكي بس لحظه مو كلها لقيت الجثث معناته ان انا اكمل سعد يا عيال ركزوا معي يا عيال انا ما ادري شلون اتعامل مع نيوك ما ادري ايش طريقته لقيته كبر معك نيوك معك نيوك اي مع نيوك ركز معي سعد ركز معي انت ما فتحت الموب كبر عندي كل ابوكم تمشون قاعد تركز ارمي ذا ولا اطلق على ذا ولا هذا صايد اسمعني ولا هذا شون ممتاز ركز معي طيب ركز معي الان ركز معي انت احتماليه موتك 100% الان انت زليت قلت معاك نيوك يعني اذا تحول جودزيلا راح تذبحه على طول فلذلك حاول انك ما تموت وما تفتح النيوك الا اذا شفت جودزيلا قدام عينك ممتاز زني بشربي مشاعر يا بودي ومجة سؤال لكم الاثنين بنسبة كم تتوقعون ان سعد قاعد يسوي شو انه معاه نيوك عشان يبعد السس منه انا اعطيه والله 75 75 كبك انا اعطيه 99 طيب انا بقول لك شيء يا احمد يا عيال ودكم نصوت ها لا لا كل العماره ما ادري ايش ما عجبتني انا يا عيال مو كل العماره انا كان يلحقني جودزيلا حلو وبعدها فجاه اختفى ادري ولا في سعد قاعد يتمشى نلعب اصول حريتكم بيدي نلعب اصول يعني انا عندي ودكم اقصف الان طيب اشوف سعد انت قلنا معك نيوك يلا قبل لا تموت شغله اوكي يا عيال بيت توتر انا مره قسم بالله احس اني ببدا انطرح ودي متر يا عيال سعد وينه يا جماعه لازم اذبح سعد
سعد وينك يا ابن الذين؟ يا عيال لازم اذبح سعد، لازم لازم. من راح؟ اوكي بودي جنب سعد، اتوقع انه بيفك نيوك باي لحظه. كافيتيريا، قفل عليه بالكافيتيريا، قفل عليه بالكافيتيريا. اوكي اوكي تجهز احمد، هذا هو سعد عندي. كبك الله يقطع شكله. قاعد يقصف قاعد يقصف قاعد يقصف قاعد يقصف. السلام عليكم، خذ هذه مني. رجع المواطن، ادخل بنت، اطلع فوق، روح هنا، مرة ثانية، قفل. ما هم قليلة. ساعدوا. لقم والله انا ظلمناه ظلمناه يا عيال، يحلفون بالله انه ايه مزاج. اسمع اسمع يا عيال، اول شيء يا عيال ركزوا معي طيب. أبو. انا معي نيوك حلو اوكي. يوم طفت الانوار اول يمكن قبل حوالي 30 ثانيه او 40 ثانيه طفت الانوار، يوم جيت شغلتها لقيت احمد معي حلو، ارتحت مرض النيوك، قلت ابي اشوف مين بيتحول مين بهذا، ماني عارف ابي اطلق على مين، ماني عارف. ابي اقول لكم شيء واحد، طلقت عشوائي على مجه ولا صابته ولا شيء، بس هذا اللي انا عندي. شطفني صراحه دي انفتاح بودي. بقول نقطه بقول نقطه بس انا ما ابغى اقول نقطه يا عيال، كلنا عند نيوك وصلنا خلاص ما بقى مهام يا عيال. ترى النيوك في اللحظه اللي تضرب فيه ياخذ وقت، لازم تسبق، لازم تسبقون بالطلقه يا عيال. انا ما ابغى اضربه الا وانا اعرف من اللي قاعد يضربه. لا تذبحون واحد الان ويصير الحاله ويموت. طيب كبك واحمد انتم وين؟ انا مجي شايفه عند الستريج. احمد انا بوقت الريبورت انا بالمدبي. انا شفت واحد يفنت بس ما لمحت اللون. وين شفته؟ شفت كبك وين شفته؟ من عيال من الادمي يفنت يا عيال. انا كنت جهه اليسار، فجاه طلع قدامي احمد وكان مسكر الباب، فجاه احمد طلع قدامي. يا عيال هذه قبل نص ساعه، قبل نص ساعه. سكيب 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 سكيب. لو قبل نص ساعه يا عيال بدايه الراوند، انا وياه بالكافيتيريا تقابلنا بدايه الراوند يا عيال. اوكي كبك كبك الان انا شكيت فيك 100% 100%. ميوت ميوت ميوت. من كرامه هربي من كرامه حبيبي. اوكي اللي بالكامات في واحد، حول 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 جودزيلا. اوكي بالكامات اقدر ابنت بجودزيلا، ما اقدر ابنت. يا ربي. يا مسك يا مسك يا مسك يا مسك يا مسك يا مسك. الله يقطع ام الحظ. اوه يا الحظ الزكي. امي امي زكي عيال، امي زكي. كرب طفي كرب طفي. احمد احمد صح. عليكم. ايوه عليكم السلام. انا طول الراوند ما شفت ولا احد، انا شفت بس جودزيلا واحد كان يلحقني وزبنت منه. حلو زبنت منه اكثر من مره. اوكي بعدين رجعت زبده، فريت 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 لين ما وصلت عند باب الادمن. طيب طيب بصراحه كنت شاكر ابن كرامه لاني قلت مستحيل دام طول الراوند وما حد مات، اكيد انه واحد سوح. قال الا والله المرحوم لقيته منسدح كذا عير من شق. طيب يا ابو سوى انت، ثواني اقول لك شيء، انا كنت اصلح الكهرب وكان معي احمد. طيب انا بقول شيء بودي قبل اتكلم بودي. طيب قبل ما اتكلم بودي بقول لكم كلمه بودي، خلنا ناخذها بالعقل تمام. كم مره دخلت الكهرب وانا وياك مع بعض، وكم مره الكهرب طاف وانا اصلح. انا وياك يا بودي جنب بعض. انا جودزيلا قبل شوي قابلته بالكافيتيريا وانا قاعد اركض زي المجنون، والسياحي المقر كله يسمعونه وصايح لان ايه مزق ما قدر يجيبني. الان انا وبودي مره ثانيه بالكهرب، مجه بالكافيتيريا، على كلامك تقول الجثه قدامك
فاقنعني انه مو بسلف ريبورت. احمد انا ايمي موزق، لو انا هذا كان ذبحتكم من بدري. معلش مده انت لانك بنيوك، انت حتى بنيوك ما فتنا. بس اسمع 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 اسمع، باقي 30 ثانيه. حلو، ايش رايكم باللي يقول لكم النيوك حقي جاهز؟ بنسكب بنسكب، انا اقول نسكب النيوك حقي جاهز يا عيال. لو سكبنا بيذبح واحد يفوز. لا عندي نيوك احمد، عندي نيوك من يوم ما شفت النين. اي بس احتمال يفوز، يمدي يذبح وهو مواطن. ها انا خلينا نغامر، بس نغامر فيها. يلا سكب سكب، عندي نيوك جاهز. يلا كرامه اوكي نيوك، حتى لك كل واحد يولع نيوك الان، نشوف من اللي بيتحرك فينا. الله يستر العشوائي، الله يستر العشوائي، الله يستر العشوائي. سمسيوك سمسيوك، كهرب ما يطفى، كهرب ما يشوف صح. انا بصلح كهرب، انا بصلح كهرب. يا هيل هيل، مالي اللي يذبح مال المواطن. بدخل من الفنتات عشان ما يشوفوني. بس يبلغون علي. عندي حركه، عندي حركه، عندي حركه. يا عيال يا عيال، اسمع السحر. كنت فاتح النيوك حلو، اسمع اسمع يا بودي. كنت فاتح النيوك حلو، قاعد اشوف الموب كله تمام. انا عشان اثبت لك اني فاتح النيوك واني ماني قاتل، بودي روتيشن حقك دخلت من عند الالكتريك ثم رحت عند اللور انجل ثم طلعت فوق، صح كلامي ولا لا بودي؟ صح. مين اللي مين القاتل الحمار اللي خايف انه نطرحه؟ القاتل اللي هو مجه خايف ان احنا نطرحه هو جودزيلا. ايش قاعد يسوي؟ قاعد يدخل بنتات قدام عيني، يدخل بالفنتات، ما يبغى يبلع ليزر. يا كذاب يا وصف، كذاب ايش؟ قدام عيني. مجد دقيقة دقيقة، بقول لك حاجتين، اسمع اسمع مني، بقول لك حاجتين. الحاجة الأولى إنه مرتين حلو نكون أنا وأحمد بالكهرب ونصلحها. ليه ما تصلح؟ بودي تكفى، مجد والله إنك سبك يا مجد، والله إنك سبك. مجد شوف، أنت ما تبي تعطيني. اسمع مجد، الحاجة الثانية دقيقة بس أقول حاجة يا عيال. أحمد والروتيشن اللي اعطاني انا 100% صح. ايوه انا فاتح الفاتح. انا مدي انا بقول لك نفس الشيء. بودي بودي اسمعني تكفى. بودي انا كنت انا شفتك كنت داخل الالكتريك يا مجد كهرب وسمعت تكفى. زبنت بودي زبنت، بقول لك زبنت وجتني طلقه. بودي ما عليك منه. بودي نصيحه معك. يلا 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 ما عليك. بودي لا لا عفيك والله، لا لا صوت بودي عشان ما اتعب نفسي. انت صوت كمل كمل كمل. مجه مجه، مين القاتل الحمار اللي يدخل بنتات؟ تدخل بنتات يعني ما بنشوفك. شيطان رجيم بارد وجه يا وسخ. والله اعطاني، والله اعطاني الروتيشن حقي. طيب عادي انا اقدر اعطيك، سني بديك. يلا يا مجه يلا يلا صوت. يا مجد جي جي، القم 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 جي 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 جي، اقسم بالله جي جي. طيب يا جماعه الخير، الى هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ترى دعمكم يا جماعه والله اكثر شيء يخلينا نواصل باطوار مودات. اكتبوا لنا تحت مودات زياده. في الاخير لا تنسون تكتبوا لنا رايكم عن المود، واذا حابين واذا عندكم افكار علمونا. طلعوا على نبينا محمد، لا تنسى اللايك والاشتراك واس 6 بي. على فكره ترى يمديكم تطلبون هذا اللي انا لابسه وبلفراتي كامله، تلقونها في رابط المتجر تحت. السلام عليكم. جيش السواحات مسعى خلف القمة، واكثر نلقى المحبط حاول يكسر، بس الصدمة اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاد بظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية، دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.